طبعا هنطلع تقرير يعني الاعداد طبعا بنرحب بالكابتن محمود ابو الدهب بتقرير نخلص التقرير ونرجع نبدا بقى حوارنا مع الكابتن الكبير محمود ابو الدهب. نجم دفاع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فترة التسعينات، أشهر من ارتدى القميص رقم 19 وأفضل من شغل مركز الليبرو في تاريخ القلعة الحمراء، ولما لا وهو يملك قدما يمنى من ذهب عيار 24، هو النجم محمود أبو الدهب. بدأ أبو الدهب مشواره مع الساحرة المستديرة بحلوان قبل أن ينضم لناشئي الزمالك الذين فرطوا فيه بسهولة جعلتهم يعضون الأنامل بعد تألقه مع الأهلي، وبعدها انتقل لنادي المريخ البورسعيدي ثم انضم لصفوف النادي الأهلي الذي شهد أداء راقيا لأبو الدهب في الفترة من عام 1993 وحتى 1997 قبل أن يترك الأهلي ليحترف بنادي تيرول النمساوي موسم 97-98. وبعد رحلة احتراف قصيرة بالدوري النمساوي عاد أبو الدهب للدوري المصري وخاض العديد من التجارب المحلية. قضى أبو الدهب سنوات مميزة للغاية داخل جدران القلعة الحمراء وتوج خلالها بخمسة ألقاب للدوري وأربعة ألقاب للبطولة العربية وكأس النخبة وكأس مصر وبطولة إفريقيا، وكان يعتبره آلان هاريس المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت لاعب جوكر يدفع به في العديد من المراكز. وبالصدفة البحتة كان الأهلي على موعد مع مباراة هامة أمام فريق المحلة، وتعرض وقتها جمال السيد ليبرو الأهلي للطرد ليتم إشراك أبو الدهب مكانه ويظهر بشكل مميز. وفي مفاجأة كبيرة طلب هاريس تثبيته في مركز الليبرو، وفي المباراة الثانية له مع الأهلي في مركز الليبرو والتي كانت أمام الأولمبي في ملعب المقاولون العرب قدم أبو الدهب أداء مميزا للغاية كان بداية لتألقه في هذا المركز. وبخلاف أهدافه الصاروخية المعروفة إلا أن أجمل أهدافه مع الأهلي كانت في مرمى سيد سويركي حارس مرمى النادي الإسماعيلي بملعب الإسماعيلية، وبالتحديد في 17 فبراير عام 1997، وكان هدفه في الدقائق الأولى مفتتحا السداسية الشهيرة. أبو الدهب يمشي هجمة عنترية مثل محمود أبو الدهب النادي الأهلي والمنتخب الوطني والعسكري في العديد من المحافل الدولية. ففي عام 1995 قدم أبو الدهب أفضل مستوياته مع الأهلي لينضم من بوابته للمنتخب الوطني، وكانت هناك مباراة فاصلة للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 1996 في جوهانسبرغ، ونجح في التسجيل خلالها وتأهل المنتخب بشكل رسمي. وقبل انطلاق البطولة تعرض أبو الدهب لإصابة قوية في العضلة الضامة، سافر بعدها لألمانيا لتلقي العلاج لكنه لم ينجح في اللحاق بالبطولة.